مربع العمليات. إذن محاولة مرة أخرى لفريق الرجاء البيضاوي من الجهة اليمنى بشعيب المباركي، بشعيب المباركي تمريرة خطيرة محاولة، والهدف الهدف الأول لصالح فريق الرجاء البيضاوي في هذه اللحظة. كما ذكرنا لحظات حاسمة ستكون هي الخمس دقائق الأخيرة. إذن كانت هذه المحاولة بوسط اللاعب حسن السواري الذي استغل أو تمكن من تنويم الدفاع ديال فريق الشباب.